في مكان سري من أرض مصر وفي زمن من أزمنة المستقبل، يوجد مقر إدارة المخابرات العلمية المصرية برئاسة القائد الأعلى، الذي اختار أكفأ ضابط في الإدارة لتكوين فريق علمي للدفاع عن أمن مصر ضد الأخطار الكونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكل مستمعي ومتابعي قناة فونتانا سينما في كل مكان. موعدنا اليوم مع الجزء الرابع والأخير، اللي فايته حاجة أو أي تفاصيل يراجع التلات أجزاء الأولى: معركة الكواكب، وزامن الفضاء، جحيم أرغوران. ويلا بينا نبدأ الجزء الأخير، الحارس 18. لم يشعر نور في حياته كلها بكل هذا القدر من اليأس والمرارة والإحباط مثلما شعر وهو يقف أمام بود داخل حجرة عائرية من الأثاث، سوى من إطار دائري بارز جلس خلفه المقاتل الأرغوراني وهو يحدق نور بنظرة ساخرة شامتة ويقول في برود: إنني أعترف لك بالذكاء والألمعية يا رائد سينا 3، لقد نجح فريقك بقيادتك على اجتياز مخاطر نخشاها نحن الأرغورانيون، وهذا يؤكد صلابتكم وقوتكم، ولكن هذا لسوء حظكم، فلن يغير هذا من الأمر كثيرا، فمع شروق الشمس الصغرى سينطلق أسطولنا الفضائي نحو كوكبكم لغزوه واحتلاله. أراد نور أن ينفجر في وجه بودن، ولكن تلك الغصة في حلقه جعلته يلزم الصمت على حين استطرد بودن في زهو: من المفيد أن تعلم أن تلك الأسلحة التي كانت تحويها مقاتلة البسيطة والتي هزمت أعتى جيوش قومك تعدو أسلحة بدائية بالقياس إلى ما يحويه أسطولنا الفضائي من عتاد وسلاح ووسائل تكنولوجية ستدفع أقوى أقوياء كوكبك إلى أن يكثوا على ركبتيه طالبا الرحمة والعفو ومستقبلا قوات الغزو في استسلام وخضوع. قاوم نور تلك الغصة في حلقه وهو يقول بصوت متحشرج يموج بالحنق: سوف تذوقون من ذات الكأس يوما يا بودن. أطلق بودن ضحكته الساخرة الشبيهة بتقارع مطارق الصلب وقال: الضعفاء فقط يتذوقون الكأس أيها الرائد، أما نحن في أرغوران فلا نثمل إلا من كأس النصر. غمغم نور في غضب: من يدري يا بودن، من يدري. مط بودن شفتيه في ازدراء وسأل نور في برود: أما زلت تحمل بعض الأمل؟ أجابه نور في تحدي: إنه لا يفارق أعماقي أبدا أيها الوغد. تأمله بودن لحظة في برود ثم قال: أما زلت تؤمن بتلك الكلمة التي قلتها بعد هزيمتك على كوكبك؟ سأله نور في حدة: أتقصد السلام؟ أجابه بودن: نعم السلام. أما زلت تؤمن به؟ أجابه نور في عصبية: إنه يصلح للشعوب المتحضرة فقط، الشعوب المتحضرة فقط يا بودن. لوح بودن بكفه في غطرسة قائلا: لا يوجد كوكب يفوق أرغوران في حضارته. ابتسم نور في مرارة وهو يقول: لو أنك تتصور أن الحضارة هي التقدم التقني أو التكنولوجي فأنت واهم يا بودن، أن الحضارة الحقيقية هي سلوك البشر والمخلوقات المفكرة إزاء بعضها البعض. الحضارة هي أن يسعى الجميع إلى الرخاء والسلام، لا إلى الحروب والقتال كما تفعل الحيوانات الضارية والمفترسة، بل كما لا تفعل، فحتى تلك الوحوش لا تتصارع وتتقاتل إلا حينما يضنيها الجوع. أو حد قاطعه بودن في حزم: أو بحثا عن الزعامة والسيادة. قال نور: ربما، ولكن
هذا يحدث في عالم الوحوش فقط، أما حينما تأتي الحضارة فالزعامة تكون لأكثر الجميع حكمة وعقلا. سأله بود في حدة: أيحدث هذا على كوكبك؟ قل لي، أيحدث هذا؟ تضاعفت مرارة نور وهو يقول: إن كوكبي لم يبلغ الحد الكافي من الحضارة بعد. لوح بود بذراعه وهو يقول في حدة: لهذا فهو يستحق أن نحتله. ثم دفع سبابته في صدر نور مستطردا: اسمع يا مخلوق سينا ثلاثة، لو أن كوكبك هو الأقوى وهو الذي يفوقنا قوة وتقدما، ما تردد في غزونا واحتلالنا، كل ما في الأمر هو أننا سنكون الأسبق إلى ذلك. أجابه نور في صرامة: حسنا يا بودن، فليحتفظ كل منا بآرائه لنفسه، فمن الواضح أننا لن نتحدث لغة واحدة أبدا. عقد بودن كفيه خلف ظهره وهو يقول في برود: هذا صحيح، فلغة الأقوى لا تشبه أبدا لغة الأضعف. ران عليهم الصمت لحظة واحدة. قال نور بعدها في حدة: أين رفاق يا بودن؟ هز بودن كتفيه في استهتار وهو يقول: لقد أرسلتهم إلى معمل الأبحاث، فدراسة علماءنا لهم لم تكتمل بعد. قال نور في حنق: أيعني ذلك أنني سألحق بهم بعد قليل؟ ابتسم بودن في سخرية مغمغما: مطلقا. واتسعت ابتسامته في شماتة وهو يستطرد: إنك الآن ملك لي وحدي، لقد تعطف فخامة الإمبراطور ومنحني إياك كغنيمة من غنائم الحرب، وسأحتفظ بك في خزانة الغنائم الخاصة بي حتى أعود ظافرا من حملة الغزو، وبعدها سوف أرى ما ينبغي أن أفعله بك. هتف نور في سخط: هل تتعمد إهانتي يا بودن؟ أجابه بودن في برود: نعم. ثم ضغط زرا صغيرا أمامه فدخل إلى الحجرة اثنان من حرسيه الخاص، أشار إليهما قائلا في غطرسة: انقل الغنيمة هذه إلى خزانات الخاصة. لم يقاوم نور الحارسين وهما يجذبانه إلى الخارج في خشونة، وإنما عقد حاجبيه في صرامة وهو يقول لبودن: لا تبع جلد الدب قبل صيده أيها الوغد، إن المعركة لم تنتهي بعد. أطلق بودن ضحكته الساخرة الرنانة على حين دفع حارساه الغنيمة أمامهما في قسوة، وكانت هذه الغنيمة هي الرائد نور من المخابرات العلمية المصرية. جلست سلوى في انهيار كامل على كرار تلك الكرة الزجاجية التي تتوسط المعمل الإمبراطوري الأرغوراني بعد أن أعاد الأرغورانيون الفريق إليها فيما عدا نور، وراحت دموعها تنهمر في غزارة وهي تردد في يأس تام: متى ينتهي ذلك الكابوس؟ متى نستيقظ منه؟ أجابها رمزي وهو يستند إلى جدار الكرة في مرارة: يبدو أننا لن نستيقظ منه أبدا يا سلوى. ضرب محمود جدار الكرة بقبضتيه في حنق وهو يهتف ساخطا: يا لها من نهاية، أبعد كل انتصارات فريقنا على الأرض، ينتهي بنا الأمر إلى أن نكون مجرد حيوانات تجارب داخل كرة زجاجية سخيفة على كوكب اللعين. غمغم رمزي في إحباط: إنه قدرنا يا محمود. صاح محمود في غضب: مستحيل، مستحيل أن ينتهي بنا الأمر إلى هذا. تركت سلوى دموعها تنهمر وهي تقول في مرارة: ولكن لماذا؟ لماذا أخذوا نور؟ ما الذي سيفعلونه به؟ ربت رمزي على كتفيها في إشفاق وهي تمتم: لن يختلف مصيره عن مصيرنا كثيرا يا سلوى، إنها نهايتنا جميعا، نهاية واحدة في ذلك الجحيم. وارتجف صوته وهو يستطرد: نهايتنا جميعا هي الموت. تأمل بودن الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق لإعداد الأسطول الإمبراطوري الفضائي لحملة الغزو وهو يشعر بزهو يملأ كيانه، والتفت إلى كبير ملاح الأسطول قائلا في صرامة: كيف حال العمل؟ أجابه كبير الملاحين في احترام: إنه يسير بسرعة كبيرة أيها المقاتل الإمبراطوري العظيم، وستبدأ حملة غزو سينا ثلاثة قبل موعدها. تألقت عينا بودن وهو يقول: هل يمكننا أن نبدأ قبل مغيب شمسنا الكبرى؟ أجابه الكبير الملاحين برأسه إيجابا ثم قال:
قبل ذلك بساعات أيها المقاتل الإمبراطوري العظيم، ابتسم بودن في ظفر وهو يقول: إنني أأمل ذلك، فأنا شديد الشوق لبلوغ كوكب سينا 3 وإعلان احتلاله وغزوه. ثم خفض جفنه الثالث الذي لا يوجد مثيل له في عيون أهل الأرض، ورفع عينيه إلى السماء، فبدت له نجومها الباهتة، وتركزت عينه على نجمة واحدة بعيدة كادت من شدة ضآلتها أن تختفي، وكانت هذه النجمة هي شمسنا، شمس كوكب الأرض. دفع الحارسان نور داخل خزانة الغنائم التي يملكها بودن وأغلق بابها خلفه في صمت، فسادها الظلام إلا من ضوء خافت ينبعث من مكعب ضخم يحتل ركن الخزانة. وجلس نور داخل الخزانة وهو يشعر بمرارة الهزيمة في حلقه وبالأسف على مصير كوكبه الذي سيتعرض بعد أيام قليلة إلى غزو ساحق لا قبل له بمواجهته. واستغرقت جلسة نور طويلا وهو يخفي وجهه في راحتيه بمرارة، ثم ظفر في قوة وهو يرفع عينيه إلى محتويات خزانة غنائم بودن. كان من الواضح أن الخزانة تحوي تذكارات بودن الخاصة التي جلبها من الكواكب التي قاد حملات الغزو إليها، والتي أصبحت مجرد توابع لإمبراطورية أرغوران التي لا تقف أطماعها عند حد. كانت الغنائم كثيرة عجيبة متنوعة تشف عن شغف بودن بتأكيد انتصاراته وروح القتال المتأصلة في أعماقه. وفجأة توقف بصر نور عند غنيمة محدودة، وخفق قلبه في قوة لمرآها، ومن أعمق أعماق نفسه انبعثت جذوة أمل كان يخبو، وتوهجت واشتعل بها قلبه كله. لقد كان الخروج من الجحيم يتمثل أمامه على هيئة واحدة من غنائم بودن، كان يتمثل في غنيمة نادرة ومصادفة مذهلة قد تعني نجاة نور ورفاقه، بل نجاة كوكب الأرض كله. مضت لحظة تسمر خلالها نور في مكانه وقلبه ينبض في عنف غير مصدق ما تراه عيناه، ثم هب واقفا في حماس واندفع نحو جسد ساكن أشبه بتمثال من الفولاذ، وحدق فيه مجدوها مبهورا، ثم غمغم في صوت حمل كل ما ملأ قلبه من أمل وانفعال: سن 18؟ قفزت ذاكرته فجأة إلى الوراء، إلى عام مضى، وراح يتأمل ذلك الوجه الأخضر وتلك العينين الحمراويتين في لون الدم وذلك الثوب الأحمر الناري، ويتذكر كيف تقاتل مع فريقه يوما ذلك الشخص الآلي المقاتل سين 18 الذي عثر عليه علماء الآثار داخل تابوت فرعوني قديم، وتبين أنه واحد من جيش أعده شعب أطلانتس منذ عشرات الألوف من السنين. تذكر كيف كان القتال مع سين 18 عنيفا قاسيا حتى توصل هو إلى نقطة ضعفه ونجح في السيطرة عليه وأخضعه لأوامره، وتذكر كيف تعرضت الأرض سابقا لغزو فضائي آخر كاد أن يفتك بها لولا عودة سين 18 للعمل وقتاله في صفوف الأرضيين حتى تحقق النصر. ثم أرسله نور ليقود سفينة الغزو الفضائية إلى كوكبها، وقد تصور أنه لن يلتقي به بعد ذلك أبدا، ولكن ها هو ذا سين 18، ها هو ذا يقبع ساكنا في خزانة غنائم بودن على كوكب أرغوران. ولكن كيف وصل سين 18 إلى هنا؟ وراح عقل نور يعمل في سرعة. لا شك أن بودن قد غزا ذلك الكوكب الذي أرسل إليه نور سين 18 وهزمه، ثم حصل على سين 18 كغنيمة حرب وألقاه في خزانته بإهمال. لا شك أن القدر أعد هذا لإنقاذ نور ورفاقه من جحيم أرغوران، بل لإنقاذ كوكب الأرض كله
من جحيم الغزو، وبكل الأمل واللهفة تحسس نور جسد سين 18 وهو يهتف: سين 18، عد إلى العمل، عد إلى العمل بالله عليك. مضت لحظة من الصمت والسكون، خفق خلالها قلب نور في عنف، وكاد بريق الأمل في نفسه يغبو. ثم اعتدل سين 18 وانطلق من داخله صوته المعدني الجاف الذي بدا في أذني نور كسيمفونية موسيقية ناعمة، وهو ينطق العبارة الوحيدة التي تحملها أجهزته بكل اللغات: سين 18 في خدمتك يا سيدي. وقفز الأمل في قلب نور إلى الذروة حينما كلف نور سين 18 مهمة إعادة سفينة الغزو إلى كوكبها منذ ما يقل قليلا عن العام. أطاع هذا الأخير الأمر طاعة تامة، شأن أي رجل آلي. تلقى أمرا حاسما مباشرا وقاد السفينة إلى كوكبها طوال أسبوعين كاملين بسرعة تقل قليلا عن سرعة الضوء حتى بلغ كوكبها، وهناك انتهت مهمة سين 18. فأوقف أجهزته عدا تلك البؤرة الصغيرة المحاطة بغلاف سميك من الرصاص والتي تؤمن له العودة إلى العمل حينما يتلقى الأمر بذلك. ولقد عكف سكان ذلك الكوكب على دراسته ومحاولات التوصل إلى طرق تشغيله بلا جدوى، فقد كان معدنه البالغ الصلابة المصنوع من مادة غامضة يستحيل اختراقها عنوة يحول بينهم وبين دراسته على نحو كاف. ثم غزا أسطول أرغوران كوكبهم وهزمهم، وتحول سين 18 إلى غنيمة حرب حصل عليها الأرغورانيون، وعادوا بها إلى كوكبهم وحاولوا بدورهم دراسته وصبر أغواره، ولكن حتى تكنولوجيتهم المتفوقة عجزت عن ذلك، حتى لم يلبث علماء أرغوران أن أعلنوا يأسهم منه فأهملوه، ومنحه الإمبراطور لمقاتله الأول بودن الذي ألقاه بدوره في خزانة غنائمه. وطوال الوقت كانت أجهزة سين 18 تسجل كل ما يحدث حوله، ولكن دون أن يتدخل في أي شيء أو يحاول حتى منع محاولات فحصه. كانت أجهزته لا تستجيب إلا لصوت واحد وأمر واحد، صوت نور وأوامر نور. وفي مفارقة مذهلة ومصادفة أغرب من الخيال، التقى سين 18 بسيده على بعد مئات السنوات الضوئية من موقع لقائهما الأول، وتلقت تلك البؤرة الصغيرة أمر العودة إلى العمل، فأرسلت إشارتها إلى كل أجهزة سين 18 التي عادت تنشط وتستعد للعمل. لقد عاد السيد وعادت الأوامر، ومع عودتها عاد الأمل واتخذت المعركة مسارا جديدا. خفق قلب نور في فرحة غامرة حينما سمع ذلك الصوت المعدني الجاف الذي انطلق من داخل سين 18 الذي انتصب في قوة واستعد لتلقي أوامره الجديدة. وبكل اللهفة هتف نور: هل تملك طاقة كافية يا سين 18؟ طاقة تكفي لقتال طويل؟ لم يجب سين 18، لأن أجهزته لم تكن تحوي العديد من التسجيلات الصوتية، وإنما أدار عينيه الكبيرتين المستديرتين إلى المكعب الضخم الذي يضيء ببريق أخضر خافت، ثم أزاح الغنائم التي تعترض طريقه واتجه نحو المكعب وفرد كفيه على سطحه، وتألق المكعب ببريق أخاذ أكبر نور على إغلاق عينيه. ثم انتقل بريقه بختة إلى جسد سين 18 الذي سجلت أجهزته تدفقا لطاقة رهيبة هائلة قبل أن يخبو جسده، ثم يرفع كفيه عن المكعب الذي خبى بريقه بدوره ويلتفت إلى نور قائلا: سين 18 في خدمتك يا سيدي. هتف نور في لهفة: إنني أحتاج إلى حمايتك يا سين 18،
وإلى سلاح اقترب منه سين 18 في هدوء، ورفع كفيه على جانبيه، فانبعثت من بينهما أبخرة وردية أحاطت بجسد نور، ثم تكثفت حتى صارت أشبه بغلاف رقيق يضم جسد نور كله دون أن يعوق حركته أو تنفسه. وصاح نور في لهجة آمرة وهو يشير إلى باب الخزانة: أخرجنا من هنا يا سين 18. سين 18 في خدمتك يا سيدي. استدار سين 18 إلى الباب، وانطلق من عينيه خيطان من الأشعة، أذاب إطار الباب في سرعة حتى تهاوى دفعة واحدة بدوي هائل مخيف، وعلى الفور اندفع 10 من حراس بودن نحو الخزانة، وارتفعت أسلحتهم نحو نور وسن 18، وانطلقت منها موجات ارتجاجية كهربائية قاتلة. أصابت الموجات القاتلة جسدي نور وسن 18 إصابة مباشرة، ولكن نور لم يشعر بها قط، فقد امتصها ذلك الغلاف الذي أحاطه به سن 18 في هدوء، وحولها إلى طاقة ضوئية عادية تلاشت في جو الحجرة، على حين استقبل سين 18 الموجات في برود رجل آلي. لأول مرة في حياتهم وعبر تاريخهم الطويل فقد الأرغورانيون ذلك الشعور العارم بالتفوق الذي يجري في عروقهم منذ مولدهم وتتذوقه ألسنتهم مع كل غزو جديد أمام ذلك الخصم الأخضر الوجه الأحمر العينين ذي الزي الناري، يتلقى كل ضرباتهم ودفقات أسلحتهم في صلابة، فيسقط مرة أو يهوي أخرى، ولكنه يعود دوما إلى القتال بسلاح جديد وبرود قاتل رهيب، وهو يدمر سفن أسطولهم الفضائي فخر كوكبهم واحدة بعد الأخرى. وارتجف بودن من فرط المرارة والانفعال وهو يذوق الكأس التي حذره نور منها، وتطلع في أسى إلى أشلاء الأسطول الذي دمره سن 18 حتى آخره، وراح يردد في عجز لم يشعر به في حياته كلها من قبل، وهو يقول: إنه الكابوس، الكابوس الإمبراطوري اللعين. وفي هدوء وبعد أن انتهى سين 18 من مهمته، استدار يغادر موقع الأسطول الإمبراطوري الفضائي الذي لم تعد فيه قطعة واحدة صالحة للعمل أو لغزو حتى كوكب مهجور صغير، واتجه إلى الهدف التالي الذي حدده له نور، إلى القصر الإمبراطوري. واتسعت عين بودن في ذعر، ونسي الخراب والدمار والنيران التي تحيط به من كل جانب، وهتف في صوت مختنق: الإمبراطور، لا بد من حماية الإمبراطور. وفي جراءة مقاتل إمبراطوري عظيم وفي ومخلص ورجل مخابرات فضائي باسل، انطلق بودن خلف سن 18 لحماية إمبراطوره، لحماية آخر ما يستحق الحماية على كوكب أرغوران. عقد نور حاجبيه في صرامة وهو يواجه كبير العلماء قائلا باللغة أرغوران: لو أنك مسست شعر واحدة من رفاقي فسأرسلك إلى الجحيم بلا تردد أيها الحقير. صرخ كبير العلماء في توتر بالغ: قلت لك أنني سأقتلهم بلا رحمة لو أقدمت على خطوة واحدة. تحول وجه نور إلى كتلة من الغضب والحزم والصرامة وهو يقول: افعل ذلك إذن أيها الحقير، إنني لا أقاتل من أجل رفاقي بل من أجل كوكبي كله. ارتجف كبير العلماء أمام منطق نور وشف صوته عن عصبيته البالغة وهو يقول: أنت أيضا تسعى لغزو كوكبي. أجابه نور في صرامة: لا، بل لإحلال السلام، السلام الذي لم يعرفه كوكبك منذ الأزل. غمغم كبير العلماء في حيرة: السلام؟ ثم عاد يسأل نور في حدة: أتعني أنك لن تحاول استعبادنا؟ أجابه نور في حزم وهو يقول: مطلقا، وإنما سأحاول تعريفكم بشعور جديد لم تعرفه قلوبكم من قبل، شعور نطلق عليه اسم الرحمة. تردد كبير العلماء لحظة ثم غمغم في استسلام: حسنا، لقد تعلمنا أنه من المحتم
أن نخضع دوما للظافر. ثم استدار إلى جهاز آخر وضغط دائرة مضيئة فيه، فتلاشت الكرة الشفافة من حول رفاق نور الذين اندفعوا نحوه صائحين: لقد انتصرنا يا نور، لقد انتصرنا، أجابهم في هدوء. ليس بعد يا رفاق، سألته سلوى في شغف. ولكن كيف فعلت ذلك؟ أجابها بابتسامته الهادئة: بفضل صديقنا القديم سين 18. اتسعت عيونين في دهشة وهتف محمود: سين 18، كيف عثرت عليه؟ أجابه نور في هدوء: إنها قصة طويلة سأقصها عليكم إذا ما تحقق لنا النصر الكامل. ثم التفت إلى كبير العلماء يسأله في صرامة: أين أكثر طريق إلى القصر الإمبراطوري؟ أجابه كبير العلماء في استسلام: هذا المعمل جزء من القصر الإمبراطوري، وفي نهاية ذلك الممر إلى اليسار يوجد باب خاص يفضي إلى بلاطه. أمسك نور ذلك السلاح الذي انتزعه من الأرغورانيين وهو يقول في حزم: حسنا، سنذهب للتفاوض مع إمبراطوركم العظيم، أما أنتم فحاولوا أن تعدوا أنفسكم لعهد جديد، عهد ينعم فيه كوكبكم بالسلام. ثم اندفع مع رفاقه خارج الحجرة، على حين التقت عيون العلماء بعيني كبيرهم في استنكار وعتاب، فخفض عينيه وهو يغمغم في أسى: إن إمبراطورنا طاغية ديكتاتوري على أي حال، أليس كذلك؟ قاتل حراس البوابة الإمبراطورية في شراسة للدفاع عن إمبراطورهم، ولكن ذلك الغلاف الذي أحاط به سين 18 جسد نور جعل القتال غير متكافئ بالمرة، فقد كان سلاح نور الذي يساوي أسلحتهم يصيبهم في براعة، على حين كانت الموجات التي يطلقونها نحوه تتلاشى فور ملامستها للغلاف الوردي الرقيق، ورفاق نور يحتمون بجسده المنيع حتى تحقق لهم النصر وهزموا الحراس. وأسرع محمود وسلوى يفحصان البوابة الإمبراطورية في اهتمام، ثم قال محمود: إنها تعتمد على نوع متطور من المزلاجات الإلكترونية، وأعتقد أنها تحتاج إلى طاقة كبيرة لفتحها عنوة. قال نور في صرامة: حسنا، ابتعدوا عن البوابة. ثم أطلق موجات سلاحه الارتجاجية نحو مزلاج البوابة الإلكتروني، فتألقت البوابة كلها ثم انفتحت على مصراعيها في بطء، كاشف البلاط الإمبراطوري الهائل الذي لا يحتله سوى أرغوراني واحد فوق عرش لامع، واقتحم الأربعة البلاط الإمبراطوري ووقفوا يتطلعون إلى إمبراطور أرغوران الذي بدا مهيبا وهو يجلس فوق عرشه في نهاية القاعة، وتاجه المضيء يتألق فوق رأسه الأصلع وعروقه الزرقاء تملأ وجهه الشديد، وعيناه المشقوقتان كعيون الثعابين ترمقهم بنظرات صارمة ساخطة. وتقدم نور بضع خطوات إلى الأمام وهو يقول في قوة وصرامة: لقد انتهى الأمر يا إمبراطور أرغوران، لقد هزمك كوكب الأرض. قال الإمبراطور في برود: من قال لك ذلك؟ أجابه نور في حزم: أنا الرائد نور الدين من المخابرات العلمية المصرية، وأطالبك بالاستسلام دون قيد أو شرط باسم كوكب الأرض. غمغم الإمبراطور في برود: هراء. وفجأة أحاطت بأجساد نور ورفاقه حزمة ضوئية أرجوانية داكنة، وارتسمت على شفتي الإمبراطور ابتسامة ساخرة، فقال نور في حزم: لن تفيد محاولتك الأخيرة هذه يا إمبراطور أرغوران، إنني قادر على تخطي كل حواجزك. وقاطعه هتاف سلوى وهي تقول في جسع: نور، لقد تلاشى الغلاف الواقي الذي كان يحيط بجسدك. عقد نور حاجبيه وهو يتحسس جسده في دهشة، على حين أطلق الإمبراطور ضحكته الساخرة التي تشبه رنين عشرات الأجراس وقال: إن حراسي أغبياء يقاتلون بلا عقل أو تروي، لقد أدركت وأنا أراقب قتالك معهم أن ذلك الغلاف الذي يحيط بك هو نوع من الطاقة الصافية القوية، وتلك الأشعة الأرجوانية التي تحيط بك وبرفاقك هي أشعة خاصة
لا تستخدم إلا في البلاط الإمبراطوري وحده، وهي ذات خاصية فريدة، ألا وهي أنها تمتص كل أنواع الطاقة مهما بلغت قوتها، وهذا يعني أنها قد امتصت غلافك الواقي وكذلك طاقة سلاحك وأسلحة رفاقك. إنكم الآن بلا قوة وتحت رحمتي تماما، وأشار إلى عرشه مستطردا بمزيد من السخرية. وبضغطة بسيطة على مسند عرشي ستتحول الأشعة إلى اللون الأزرق، وعندئذ ستطلق كل ما امتصته من طاقة دفعة واحدة على هيئة طاقة حرارية هائلة، وستشعرون كأنكم تسبحون في قلب الجحيم، جحيم إمبراطور أرغوران الخاص. ومرة أخرى أطلق ضحكته الشبيهة برنين الأجراس والتي تحمل تأشيرة الموت لنور ورفاقه في جحيم أرغوران. فجأة وبدون سابق انذار تهاوى جزء كبير من جدار البلاط الإمبراطوري، وعبر خلاله جسد مخيف يحمل وجها أخضر اللون وعينين حمراء ويرتدي زيا ناريا. وشحب وجه الإمبراطور الأرغوراني في شدة حتى بدت عروقه الزرقاء وكأنها تسبح في محيط أبيض مشرب بلون وردي باهت، وتجمدت أطرافه واتسعت عيناه في رعب وهو يغبغب في ارتياح: اللعنة، إنه الكابوس! وتهللت أسارير رفاق نور في سعادة لرؤية سين 18، على حين هتف هو بلهجة آمرة: اقبض على هذا الرجل يا سين 18 وأحضره إلى هنا حيا. وفي سرعة البرق انقض سين 18 على إمبراطور أرغوران وانتزعه من عرشه، ثم دفعه نحو نور وأجبره على الانحناء أمامه وأمام رفاقه، وانهار إمبراطور أرغوران تماما وهو يرى الكابوس يتحقق، كما لو كان نبوءة تؤكد انتهاء عهد حكم أسرته التي سيطرت على أرغوران لمليون عام كاملة. وبقي جاثيا على ركبتيها أمام نور ورفاقه، ذاهلا مما آل إليه أمر أحلامه بضم كوكبهم إلى إمبراطوريته الكونية الواسعة التي انهارت لأول مرة في تاريخها العريض، حتى بعد أن تركه سين 18 ووقف ينتظر أوامر نور الذي قال في ارتياح: أوقف تلك الأشعة الأرجوانية يا سين 18. مد سين 18 كفه في هدوء داخل حزمة الأشعة، ثم اتجه نحو العرش الإمبراطوري وضغط مسنده الأيسر في رفق، فاختفت الأشعة على الفور، وغمغم إمبراطور أرغوران في انهيار: الذي تنوي أن تفعله بي؟ قبل أن يجيبه نور دوى في المكان صوت بودن الغاضب وهو يهتف: سيركع تحت أقدامك يا فخامة الإمبراطور. وأعقب قوله بأن أطلق من سلاحه موجة ارتجاجية قوية نحو نور ورفاقه. لم يحرك سين 18 ساكنا حينما أطلق بودن موجته القاتلة، وإنما ظل هادئا صامتا وترك أجهزته تعمل. وفي ذهول حدق بودن في وجوه نور ورفاقه وهتف: مستحيل، كان ينبغي أن تقتلكم تلك الموجة. لم يدرك نور تماما كيف لم يحدث ذلك، إلا أنه أشار إلى سين 18 في هدوء قائلا: ليس في وجود الحارس الأمين يا بودن. وكان نور على حق تماما، لقد عرفت أجهزة سين 18 طبيعة السلاح الذي يحمله بودن قبل أن يطلقه هذا الأخير، واختبرت فاعليته، مما رسخ في ذاكرة سين 18 الإلكترونية خلال تعاملاته السابقة مع أسلحة مماثلة. ثم أطلقت موجة مضادة التقت بموجة بودن القاتلة، فكانت المحصلة صفر، وأدرك بودن أن نور وفريقه قد انتصروا هذه المرة، وأنه قد ذاق من الكأس أخيرا. أرغوران كلها ذاقت من ذلك الكأس، كأس الهزيمة. ألقى بودن سلاحه أرضا وهو يقول في مرارة: كيف أقنعت هذا الآلي الأخضر بالعمل إلى جوارك؟ ابتسم نور وهو يقول: هذا الآلي أرضي الصنع يا بودن، وهو فخر حضارة ظهرت على كوكبي منذ قديم الأزل،
وقادها تقدمها التكنولوجي إلى حتفها كما حدث معكم الآن. غمغم بودون في مرارة: لا ريب أنكم قد بلغتم ما يفوق تكنولوجيتنا يوما. تنهد نورو هو يقول: هذا صحيح للأسف، ولو أن تلك الحضارة القديمة قد أولت اهتماما للبشر بدلا من إنتاج أسلحة الدمار، لكن لكانت تفوقكم تقدما الآن. ولكن للأسف. هز بودون رأسه نفيا وهو يقول: كلا أيها الرائد، لو أولت حضارتكم السابقة كل اهتمامها للبشر والرخاء وحده لكان شعبنا قد نجح في غزوكم. مط نور شفتيه في أسف وهو يقول: لن نتحدث أبدا لغة واحدة يا بودون. نهض الإمبراطور في بطء وهو يقول في انهيار: لقد انتصرتم يا أهل سينا ثلاثة، وهذا يعني نهايتي. وداعا. وقبل أن ينبس أحدهم ببنت شفة، ضغط الإمبراطور قرصا في حزامه فأحاطت به هالة أرجوانية متألقة، ثم لم تلبث أن تحولت إلى اللون الأزرق وتلاشت مخلفة كوما صغيرة من الرماد. كوما كانت تعرف يوما باسم إمبراطور أرغوران. لم يصدق سكان الكواكب التابعة لأرغوران أنفسهم حينما تردد في كل الكواكب المحتلة نداء واحدا يحمل صوت بودون ولهجته الصارمة وهو يقول: إلى جميع جنود الإمبراطورية في كل المستعمرات، يتحدث إليكم الآن إمبراطوركم الجديد بودون. لقد لقي الإمبراطور السابق مصرعه وتبدلت سياسة الإمبراطورية، وباسم العهد الإمبراطوري الجديد أمركم جميعا بتحطيم أسلحتكم كلها وإنهاء الاحتلال في كل الكواكب والعودة فورا إلى أرغوران، مع إعداد سفنكم للتفجير الذاتي فور هبوطها في أرغوران ومغادرتكم إياها. قرر بودون نداءه عبر أجهزة الاتصال المتقدمة، ثم التفت إلى نور يسأله في اهتمام: لماذا طلبت مني أن أفعل ذلك؟ إنك المنتصر، وكان من الممكن أن تصبح كل هذه الكواكب مجرد توابع لكوكبك لو أردت. ابتسم نور وهو يقول: ومن قال أنني أرغب في ذلك؟ هز بودون رأسه في حيرة وقال: سيمضي وقت طويل قبل أن أفهمك يا رائد سينا ثلاثة. لقد حققت أول هزيمة لأرغوران عبر تاريخه الطويل، وعلى الرغم من ذلك فأنت تتنازل لي عن العرش الإمبراطوري وتصر على تحطيم كل أسلحتنا، ثم تستولي على السفينة الفضائية الإمبراطورية الخاصة وتعد العدة للعودة إلى كوكبك. ما الذي يعنيه كل ذلك؟ أجابه النور في هدوء: السلام يا بودون، السلام الذي سيعرفه شعبك منذ هذه اللحظة. وهتف بودون في حيرة: ولكن ماذا لو أن كوكبا آخر أراد احتلالنا؟ كيف سندافع عن أنفسنا؟ أجابه نور في عمق: ستجدون الوسيلة ما دام السلام سيربط بين قلوبكم. عاد بودون يهز رأسه في حيرة وهو يغمغم: لن أفهمكم أبدا يا سكان سينا ثلاثة. ثم سأل نور في اهتمام: أين ذلك الآلي الأخضر الذي حقق لكم النصر؟ تنهد نور وهو يجيبه في عمق: إنه يؤدي عملا أخيرا على كوكبك، وبعدها سيقود السفينة الفضائية الإمبراطورية ليعود بنا إلى كوكب الأرض. غمغم بودون: هل تقصد سينا ثلاثة؟ أجابه نور في حزم: بل الأرض يا بودون، وهذا هو الاسم الذي ستطلقونه على كوكبنا منذ هذه اللحظة. ابتسم بودون وهو يقول: يبدو أنك شديد الاعتزاز بكوكبك أيها الأرضي. ثم أدار عينيه إلى شاشة مراقبة أمامه وغمغم في دهشة: ما الذي يفعله ذلك الآلي الأخضر فوق القصر الإمبراطوري؟ أجابه نور وهو يتابع المشهد على الشاشة في فخر: إنه يضع هناك علما. سأله بودون: أهو علم كوكبك؟ أجابه نور في زهو واعتزاز: بل علم بلادي يا بودون، علم مصر. عقد مراقب مركز الدفاع الفضائي المصري حاجبيه في توتر وهو يقول في صوت عصبي:
سفينة فضاء مجهولة تقترب في سرعة مذهلة من خط دفاعنا، سرت قشعريرة باردة في جسد اللواء موسى مدير المركز وهو يقول في الفعال: يا إلهي، إنه الغزو الفضائي الذي ننتظره منذ عامين. لقد وصل قبل أن تصل تكنولوجيتنا إلى الحد الذي يكفي لصده. شحبت وجوه أفراد طاقم الدفاع الفضائي وارتسم في عيونهم سؤال مخيف، ألقاه أحدهم في تردد مغمغما: أيعني هذا أنها النهاية يا سيدي؟ أترك اللواء موسى برأسه وهو يغمغم في مرارة: نعم إنه يبدو كذلك. ثم استعاد صرامته وهو يستطرد بلهجة آمرة: ولكن هذا لا يعني ألا نذود عن كوكبنا بكل ما نملك من قوة. وقاطعه مراقب الرصد الفضائي في ألم: لا فائدة يا سيدي، لقد أوقفت سفينة الفضاء المجهولة أقمارنا الدفاعية مرة أخرى. ارتجف الجميع في خوف وساد الهجوم لحظة قبل أن تنقل أجهزة الاتصال المتطورة صوتا مرحا يقول: من السفينة الإمبراطورية أرغوريا إلى كوكب الأرض، الرائد نور الدين محمود من المخابرات العلمية المصرية يحدثكم. لقد أوقفنا عمل الأقمار الصناعية الدفاعية خشية أن تبادروا بمهاجمتنا قبل أن نوضح موقفنا. لقد انتصرنا على العدو في كوكب أرغوران، وارتفع هناك العلم المصري، ونطلب الإذن بالهبوط. أكرر، نطلب الإذن بالهبوط. انطلق من الحناجر هتاف قوي ارتجت له جدران مركز الدفاع الفضائي المصري، وانطلق اللواء موسى يعدو نحو جهاز الاتصال الخاص الذي يوصله مباشرة بمكتب القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية، وضغط جهازه وهو يهتف في حرارة: لقد عاد الرائد نور يا سيدي، عاد ظافرا بعد عامين كاملين، تصورنا خلالهما أنه قد لقي حتفه مع فريقه. هتف القائد الأعلى في مزيج من الذهول والسعادة الجمة: عاد، مستحيل، يا له من فتى ويا له من فريق، كيف فعلوا ذلك؟ أجابه اللواء موسى بصوت تتراقص السعادة في نغماته: لست أدري كيف فعلها يا سيدي، ولكنه فعلها مع فريقه. إنه يذيع بيانا خاصا الآن، استمع إليه يا سيدي. أنصت الجميع وكل سكان كوكب الأرض إلى نور الذي يقول في صوت قوي عبر موجة إرسال أرغورانية خاصة تجب كل الموجات الأخرى على الأرض: لقد انتصرنا على كوكب أرغوران، انتصرنا لأننا كنا ننشد العدل والسلام، وسنغادر الآن السفينة الإمبراطورية على متن مقاتلة صغيرة لنعود إلى كوكبنا الذي طال اشتياقنا إليه، وستنفجر تلك المقاتلة تلقائيا بعد مغادرتنا لها بخمس دقائق فقط، حتى لا يحصل أحد على ما تحويه من أسلحة فائقة، وستبقى فقط السفينة الفضائية الإمبراطورية التي تحوي من الأسلحة ما لا يخطر ببال بشر، وما لن تتوصل إليه تكنولوجيتنا لأعوام طوال، وستدور تلك السفينة حول الأرض لقرون قادمة، يقودها ملاح آلي خارق ندين له بالفضل الأعظم بعد الله سبحانه وتعالى في عودتنا إلى هنا. وهذا الملاح هو ثمرة حضارة أجدادنا الذين أولوا كل اهتمامهم لنا وصنع وتطوير أسلحة الدمار، فكانت في ذلك نهايتهم. وستقتصر مهمة السفينة الإمبراطورية على حماية كوكبنا ودرء أي مخاطر يتعرض لها من الفضاء الخارجي مستقبلا، وعلى حفظ السلام في كوكبنا ومنع نشوب أي حروب نووية. لقد علمتنا تلك التجربة حكمة هائلة، وهي أنه بالسلام وحده تصبح أكثر الكواكب تحضرا في هذا الكون الشاسع. صدقوني، هي الحضارة التي يسود السلام فيها، السلام وحده. تمت بحمد الله، وإلى اللقاء في أعداد أخرى من سلسلة ملف المستقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.